أبو علي، القيمة المعنوية لهذا الشوط، شوط يحمل اسم بيرق المؤسس، أعلى شوط في لون المجاهيل. دائما فهد، مثل ما ذكرت القيمة المعنوية، الجوائز ما قصروا ولاة الأمر، ومهرجان جائزة الملك عبد العزيز بتنظيم من نادي الإبل حددوا الجوائز للمراكز وللمسميات، لكن في كل فئة الذروة بيرق المؤسس لما يحمل من قيمة معنوية باسم مؤسس البلاد جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الرمز الخليجي العربي اللي يعنينا في المملكة العربية السعودية، اجتماعنا، الخير اللي احنا نعيش فيه، استتباب الأمن، كل هذه طال عمرك في النهاية وفي البداية نذكر الملك عبد العزيز لأنه وحد شتات هذه البلاد، ومن مجتمعات أو قبائل وحروب إلى أمن ورخاء، كل اليوم على أثرها أبنائه غفر الله لهم، جلالة الملك سعود، جلالة الملك فيصل، جلالة الملك خالد، جلالة الملك فهد، جلالة الملك عبد الله رحمهم الله جميعا، حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أيضا ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان صاحب هذه الرؤية، الأمن والرخاء اللي نعيشه، أيضا تخطينا هذه المراحل بسنوات، واليوم نعيش نهضة التطور في جميع المجالات. اليوم أخوي فهد ما عاد فيه شيء يعني في بالك في مجال الإبل إلا وتحقق ولله الحمد، لا من تنظيم أشواط سواء في الإبل أو سواء في قطاع الإبل بشكل عام متكامل، مزاين هجن، سباق هجن، هجيج، اليوم كلها ولله الحمد نراها على أرض جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، جائزة كبيرة في مسماها، الميادين اللي اليوم ولله الحمد تستقبل هذه الفئات سواء مزاين أو سباقات الهجن أو الهجيج كلها معدة بدراسة. لو تلاحظ طال عمرك يمكن احنا في الخمس سنوات ما أبالغ إذا قلت لك ما في هي إصابة لإبل أو لمالك إبل على ميدان جائزة الملك عبد العزيز. كذلك السباقات تنطلق يمكن 270 شوط، وكل يوم 26 أو 16 شوط، وتخف حتى اليوم الختامي في الزمول والحيل، ومع ذلك ما ترى أي مشاكل أو إصابات سواء للإبل أو لأهلها. كل هذا طال عمرك إنجاز يحسب لجائزة الملك عبد العزيز في موسمها الخامس. نعم. طيب.